تعالوا نشوف مع بعض دلوقتي التقرير وندوة نقاشية بعنوان الأمن السيبراني وحماية الهوية المصرية في البيئة الرقمية الحديث. ده كانت ندوة نقاشية مهمة جدا بحضور مهندس زياد عبد التواب رئيس المركز ودكتور محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات ونخبة كبيرة من المختصين في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتكنولوجي، وده طبعا لتعزيز الهوية المصرية و تعريف المواطن المصري ازاي يستخدم التكنولوجي الحديثه في خدمه، يعني في خدمه هويته او في خدمه عمله مش في اي حاجه تانية. تعالوا نشوف التقرير ونرجع لكم مره تانية. الهدف من الحلقة النقاشية النهاردة هو التعريف بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. طبعا عملنا ورشة قبل كده من حوالي شهر، لكن بعد ما صدور القانون، لأنه القانون صدر نهاية الشهر منتصف الشهر الماضي، يعني هو بقى له دلوقتي شهر تقريبا، لقينا أن في مجموعة من النقاشات اللي تمت في الإعلام حول القانون دوت، سواء ناس فهم القانون أو في ناس متشككة في بعض البنود بتاعته، فحبينا أن احنا نعمل جلسة تانية علشان نبتدي نرد فيها على كل التساؤلات اللي كانت قائمة، وكمان يبقى في صبغة أخرى لهذه الجلسة النقاشية، إن احنا نتكلم عن القانون والإعلام والحفاظ على الهوية المصرية. القانون دوت بيجرم كل الأفعال الضارة اللي من الممكن إنها تبقى بتلحق بالمواطن، سواء كان سرقة حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، سرقة بريده الإلكتروني، سرقة بطاقاته الائتمانية، عمليات الاختراق اللي من الممكن انه يتعرض لها، عمليات نشر الفيروسات، عمليات الاعتراض للاتصالات. كل الامور دي الحقيقة القانون ابتدى ينظمها علشان يحمي المواطن ويحمي الاستثمار. القانون كمان اضاف حجية في الاثبات بالنسبة للأدلة الرقمية، بحيث ان القاضي يبقى مقتنع تماما بالدليل الرقمي. اضاف كمان مادة متعلقة بالخبرة والتعاون الدولي، بحيث اننا نقدر نضبط المنظومة الخاصة بتطبيق القانون ونسمح لجهات التحقيق وجهات الضبط انها توصل لمرتكب الجريمة بما يحقق امن وامان المواطن والاستثمار. احنا النهاردة بنتكلم عن دور الاعلام في تعزيز الهوية المصرية وحمايتها. دايما يقال في الادبيات الاعلامية ان الاعلام له مجموعة من الادوار، منها التثقيف والاخبار والاعلام والترفيه، ولكن من احد الادوار المهمة اللي بيقوم بها الاعلام ايضا هو نقل الثقافة للاجيال الاخرى. في بيئة الاعلام الجديد ظهرت مجموعة من الانماط الاعلامية والانماط الثقافية والانماط الاقتصادية الجديدة، التي من الممكن ان تكون غريبة على طبيعة المجتمع المصري من جهة، وتؤثر على توجهات الشباب من جهة أخرى. فإحنا في الجلسة النهاردة بنتكلم عن كيفية دور الإعلام الجديد، إن هو نقدر نوظفه لحماية الهوية المصرية الخاصة، خاصة عند الشباب، وإن الهوية المصرية تحديدا هي لها خصوصية ولها يعني تميز ولها سمات خاصة بها.